احد الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها في ينوخ والشعاع الازرق هو اللي احنا عايشينه ده، انك انت بتفصل الانسان عن تاريخه، بتفصل الانسان عن الماضي بتاعه، عن علومه، زي ما اتكلمنا مثلا قبل كده عن الحضارات القديمه والاهرامات وكذا، ان انت فصلته تماما عن حضاره الحضاره. هو مين يا دكتوره اللي عارف حاجه عن الحضاره، عن الحضاره القديمه؟ مين اللي عارف حاجه عن الفراعنه خالص؟ كانوا استخدموا كذا وكذا، مين عارف حاجه اصلا؟ ولا عارف الاسره كام، ولا اسره ايه، ولا مين عارف حاجه اي بموضوع؟ ايوه، ده الرحلات اللي تطلع هناك رايحين فاكرين انهم واخدين طبله ورق وبتاع، ما فيش حاجه، ما هيش ناحيه ثقافيه يعني. رحلات الاقصر واسوان من الحضارات القديمه كانت بتستخدم الطاقه الحره وكذا، يقول لك ايه الكلام الفارغ ده؟ لا لا، ولا يقول لك عايزين يعني، هي المساله كلها لخبطه في لخبطه. فده احد الحاجات. نقطه تانية اللي اتكلمنا فيها عشان اقامه النظام العالمي الجديد، وهي نقطه مهمه جدا جدا جدا، هي ان لما كان في لجنه الخطر الداهم دي اتعقدت تحت اشراف الامم المتحده سنه 1975، وكان من احد مقررينها هنري كيسنجر. هنري كيسنجر اللجنه دي قررت من ضمن يعني قررت حاجات كتير جدا، قررت حاجات كتير جدا زي الابادات، زي الحروب البيولوجيه، وحاجات تفاصيل كتير جدا ممكن يعني ايه مش عايزين نخوض فيها دلوقتي. لكن اللي هيهمنا في مشروع إنوخ او اللي هو بقى اتحقق حاليا هو استخدام الغذاء كسلاح، وكسلاح هام جدا، والسيطره على موارد الغذاء. وكانت في احد مؤتمرات اللجنه دي مقوله مهمه جدا لهنري كيسنجر، وهي اللي بتحصل دلوقتي، ان انت اذا اردت ان تسيطر على امم لازم تسيطر على موارد الطاقه اللي هي مثلا زي البترول، الغاز، كذا، الموارد الطبيعيه. اما اذا اردت ان تسيطر على الشعوب فيجب ان تسيطر على موارد الغذاء. ومن هنا جت الامم المتحده، كانت من قبليها من سنة 62 قررت إن بحلول سنة 2009 لازم تتم السيطرة التامة على موارد الغذاء. إيه اللي حصل بقى في 2009؟ هو ياريت برضو إن إحنا نشغل الفيديو رقم 7، الفيديو رقم 7 في أثناء ما الواحد بيتكلم، إن زي ما قلنا من يتحكم في الغذاء يتحكم في الشعوب. فجوم هما بعد التوصيات الأمم المتحدة من سنة 62 إن عملوا بقى خطط كتير جدا للوصول للسيطرة على موارد الغذاء في حدود عام 2009. وزي ما قلنا ليه؟ لأن دوت من أحد المخططات اللي جاية في النظام العالمي الجديد، إن يتم السيطرة التامة على الغذاء سواء النباتي أو الحيواني، وأن هتكون هناك في بنك واحد للاستنبات بذور للبذور، لكن جميع البذور تصبح مهجنه، جميع البذور بتستخدم، وهي وده الواقع. ده اللي فسر لك ان في بذور مصريه كتيره جدا اتمحت. ايوه اتفت. ايوه القطن ايوه ده غير اصلا اللي احنا بنستخدمه في زراعتنا الاساسيه كمان، يعني مش بتكلم كمان على الحاجات التكميليه، بتكلم على الاساسيه، القمح والذره والكلام دوت. كل ده مهجن. ازاي بقى؟ في سنه الكلام بقى اللي هي اللي بتقوله دي كانت لجنه، دي مين العروسه دي؟ دي دكتوره متخصصه كانت في لجنه اللي هي الناب دي، كانت عشان مناقشه القرارات اللي اتعملت في كودكس. كودكس دي اللي هي ايه؟ كودكس دي اللي هي هيئه دستور الغذاء العالمي. هيئه دستور الغذاء العالمي دي انشاتها الامم المتحده في 2009. هيئة الدستور الغذاء العالمي بتديرها كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة اللي هي الفاو. ايه القرارات بقى اللي بتعملها؟ القرارات الأساسية اللي عملها كودكس أو هيئة الدستور الغذاء العالمي اللي تأسست، إن جميع البذور اللي العالم دلوقتي بيزرعها في مصالحه في محاصيله الزراعيه كلها مهجنه، كلها مهجنه اجباريا قانونا، كلها مهجنه. تاني حاجه، ودي حقيقه على فكره، ده مش يعني حتى ليه طيب كده، هم احتفظوا بالبذور الاساسيه بيستخدموا البذور مهجنه. هنقول ليه ده بقى بيؤدي للابادات على المستوى الطويل، وده اللي مثبته العلماء. ده كان اللي هو اندم، ده كان ده مؤتمر فرعي، الدكاتره المتخصصين
بينقضوا بقى الاتفاقات اللي حصلت في كودكس. يعني ستي دي بترفض هذا الكلام؟ لا ده مؤتمر علمي، دي بروفيسيرة يعني مش متخصصة، وده مؤتمر علمي ينهض توصيات كودكس ومحدش عمل بيها. ان جميع البذور اللي بتستخدم حوالين العالم بذور مهجنة. تاني حاجة ان جميع المواشي حول العالم، ان يعني حتى هي جايبة الوثائق ان الابقار والمواشي حول العالم، وده إجباري لازم يتحط لها أمصال بهرمونات النمو، لازم تعالج بهرمونات النمو. ده خطر جدا يعني ده. وبعدين كمان محدد لك ان هذه الهرمونات لازم الكل حول العالم ياخد من مصدر واحد، اللي هي انتجتها شركة اسمها مونسانتو، ودي عاملة اتفاقية مونسانتو ان جميع المواشي اللي حول العالم لازم تعالج بالهرمونات بهرمونات النمو. الناتج بقى من التحاليل العلمية، انا عايز اعرف بس الست دي قالت ايه الاول بس عشان ما نلخبطش الناس بتسمع وبتصوت طالع. الست دي ممكن لا هي قالت ايه ما انت شفتيه؟ ممكن نكبر الفيديو. قالت الكلام دوت، قالت الكلام اللي انا بقوله اللي هي خطوره اتفاقيات كودكس، وده كان مؤتمر علمي. يعني انا عندي المؤتمر الاساسي برضو موجود معايا، بس ده عشان مترجم عشان الناس تفهمه. يعني فدي اللي هي كانت بتناقض المؤتمر بتاع كودكس واجنده يعني القرن. اجنده القرن دي خلاص تعممت على العالم. ايه أجندة القرن أو الأجندة 21 دي بنود فيها اتعممت على العالم. هو ممكن نكمل يعني. طب أوروبا بتنفذ زي احنا بننفذ كده ولا كل العالم؟ كل العالم، جميع المواشي والأبقار في العالم قانونا من الأمم المتحدة عن طريق هيئة دستور الغذاء العالمي عليها إلزام قانوني بمعالجتها بهرمونات النمو. طبعا ده له توابع كتير جدا، وهي اللي كانت يعني لو كنا شفنا بقيه الفيديو كان متكمل فيها، ان هو كان فيه ان ده حاطين في دراستهم ان ده هيؤدي للتخلص من 3 مليارات نسمه حول العالم. يعني من التهجين ده؟ التهجين وتوابعه. التهجين وتوابعه زائد بقى الحاجات اللي بقت موجودة سواء في الغذاء اللي احنا بناكله جميعا كله فيه مواد صناعية وحروب تقاد في الغذاء، لان ده كان اساس استخدام السلاح، الغذاء كسلاح. احنا جميع الاغذية اللي بناكلها حتى الطبيعية اما مهجنة واما معالجة بهرمونات النمو، وإما طبعا أنت بوظت عقول الأطفال وعقول الشباب بالمشروبات والغازية والحلويات والشيبسي والكلام كله اللي احنا بنأكله مصنع وداخل فيه كذا، ودي حرب كاملة لحرب البايو حرب البيولوجية. يعني من أحد صور الحروب البيولوجية على البشر، إن أنت إحنا يوميا بناخد كم مهول جدا من الإضافات الغذائية. الإضافات الغذائية دي محسوبة تماما لإهلاك الناس. إهلاك الناس إزاي؟ معظم الإضافات الغذائية اللي محطوطة وخاصة في أكل الأطفال والحلويات والكذا 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 كلها تعمل على هشاشة العظام، وتعمل مستقبلا على الزهايمر، ضعف الذكاء، التأثير على الغدد النخامية، التأثير على القدرة على التكاثر، يعني تدمير القدرة على التكاثر. ده غير أصلاً إن هي هرمونات النمو اللي هي بتستخدم يعني إجبارياً في المواشي أو في مصادر اللحوم دي بتعمل على تدمير القدرة على التكاثر بالمستقبل، يعني مش بتبقى إيه. وده أسباب، والأسباب دي إحنا شايفينها دلوقتي كويس جداً، إن إحنا مثلاً إيه، ده غير بقى حاجات كتير.